السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن ازيك حال. يا اللهم عمر؟ صل اسمع وسلم كده وبارك على تمام سيدنا ولا ايه؟ ونبينا معايا محمد مشاكل صلى الشقة الله اهو. عليه وسلم. تعالوا بقى نبدأ الفيديو النهارده جولة كده في لسه شقة جايب بيت الشقة. العيلة، الشقة اللي فيها كل الدعك وفيها كل اللعب وفيها كل يعتبر دي فيها 5 بيوت في بيت واحد، يعني كلنا بننزل هنا في بيت العيلة ده، كل الأولاد بقى هنا، فبنكون هنا دي متجمعين خزانة طبعا ولا احنا الاولاد وكلنا كلنا دوت اللمه بنجيب بتاعتنا فوق والمكان اللي احنا كده؟ بنتلم فيه ده وبنبقى احنا موجودين فيه. بصوا جايبين بقى ما شاء الشقة الله، على الرغم من كده وعلى الرغم على من لعب الرغم كده الاولاد اهو. وكل حاجه، بس تعالوا بقى شوفوا معايا الفيديو وشوفوا بقى الاول كده دي شقتها. يا بسيطه وكل المطبخ حاجه، بس ما شاء الله بقى طبعا. بص محافظه عليها المطبخ يعني كده الى حد ما، وكبيره ما شاء الله واسعه، وطن وفيها طن نظام كده طبقي طبعا، كل التخطيط يعني. والحاجات يا جماعة اللي هي عملوا البوتاجاز متنظمه في الخليزي الشقه ده، ده من الصيانة تفكير بتاعته مش أمي، يعني حلوة هي اللي قايله خالص. المكان ده، يبقى هنا تفضلي الحمام، دي هنا تبصي عليها الأوض، بصراحة بتبقى كل ده كده هي بتخططها هي كويس. وبنظامها هي، والعفش برضو وكل حاجة. وتعالوا والبلاط اللي كمان في عشان الأرض أوريكم بس مامتي المفاجأة اسمه بتاعة صواميخ الأوضة الخيابين الجديدة اللي الأوضة اشتريناها، ديت وشوفوها تبقى معايا أوضة وقولولي ايه تانية. رأيكم فيها، يا رب تعجبكم. وشوفوا بصوا بقى معايا دوت الفيديو النهاردة طبعا، الجديد يا رب إن شاء الله الكنبة الجديدة ينال طبعا، رضاكم كانت بإذن الله. الأولانية الكنبة الأولانية شلناها، وطبعا دي هنحتاج لسه تنجيد ليها. طبعا هنا الإضاءة اللمض كلها بقت وحشة خالص، فهنغير اللمض إن شاء الله، هنجيب لمض تانية، هنجيب الكهرباء يظبط لنا يعمل لنا لمض هنا. اهي اشتغلت، شغلتها يا جدع. ده حمام، هي حودة بتعمل ايه يا حودة؟ طبعا فرشنا السجاد عشان خاطر الأرض ما تبقاش ساقعة. دي الشاشة طبعا بنبقى مشغلينها، بس هما دلوقتي قاعدين في اللي بره. ايه كده احنا حطينا طبعا ده منور كده، عاملينه منشر وبننشر فيه الهدوم. ايه رأيكم بقى في الكراسي الجديدة دي؟ بس طبعا زي ما بقول لكم محتاجين لها تنجيد لسه. كده ديت الأوضة اللي هي أول ما بندخل من الباب على طول، يعني بصوا أهو أول ما دخلنا من الباب قابلتنا الأوضة دي على الجنب، وجنب الأوضة المطبخ زي ما بقول لكم، وجنب المطبخ بصوا هندخل كده اهو. بصراحة النظام من هنا عاملاه حلو يعني ما شاء الله جميل جدا. بصوا هنا بقى كده ديت سفرة كده على جنب، الخام بتاعها ده سيراميك بس تحفة جميلة جدا، وده شباك كده مودينا للمنور. ده يعتبر يا جماعة بيت العيلة يعني، ده الهلك كله في الشقة دي، يعني كل اللعب وكل الهيصة بتبقى في الشقة دي عندنا. دي طبعا الغسالة التوشيبا زي بتاعتي بالظبط، لان جبناها الاتنين في وقت واحد، لان الاتنين برضو بتاعتي وبتاعت امي الاتنين باظوا في وقت واحد، يعني اللي هي يونيون اير الاتنين مع بعض، رحنا مغيرين وجايبين دي. طبعا الدولاب ده يا جماعة تحفة 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 تحفة، بيشيل كل حاجة يعني. بصوا الحمام ما فيهوش اي حاجة، والسخان توشيبا برضو جميل جدا. بصوا بقى الجمال، الدولاب ده زي ما بقول لكم روعة بصراحة، بيشيل الشامبوهات وكل حاجة، يعني كل حاجة في الحمام بيشيلها، عشان كده بصوا الحمام ما شاء الله رايق، ما فيهوش اي حاجة ولا اي كراكيب ولا اي حاجة خالص، فكل حاجة يعتبر شايلها الدولاب ده. كده ده كده الحمام. تعالوا بقى اوريكم بقية الشقة. طبعا الزرع ده الاولاد طبعا مكسرينه على طول، ديت مراية كده على جنب اهي، كده بندخل من هنا كده دوت الريسبشن. دوت كده بصوا بقى الصالون هنا، طبعا على الرغم ان الجو ساقع بس فاتحين برضو المروحة. الريسبشن ما شاء الله كبير قوي يعني، صح؟ هي طبعا متوصية قوي هنا باللمض. ده الصالون كده، وديت طبعا شاشة، ده
تحت ديت، تحت الحفاضات دي في سجاد اهو، بنبقى فرشينه سجاد تحتيه. نفس الحكاية التانية برضو، يبقوا السجادتين شكل بعض، بيبقوا السجادتين شكل بعض اهي. طبعا هنا الفريزر والتلاجة، اللي هي الفريزر برضو الطاولة دي تلاجة عادية خالص، وده الفريزر بقى اللي بيشيل كل حاجة بقى بتاعت البيت، والطويل ده برضو معايا. بس بصراحة يونيون فريش مش حلو خالص، الفريزر الطويل ده الاضراب كلها زي الزفت، بتتكسر وحشة خالص، فما انصحش حد يجيب بصراحة الفريزر ده، مش حلو خالص، الاضراب بتاعته كلها بتتكسر. ده كده الطرقة دي، طبعا الطرقة بصوا احنا شايلين من السجاد التاني، شايلين تانية. بصوا بقى دي طبعا الأوضة الجديدة، ايه رأيكم فيها؟ بصوا بقى الجمال، طبعا بقيتها احنا شلناها فوق عشان خاطر مش هنفرشها كلها هنا، اهي الباقي بتاع الأوضة ديت شلناه عشان ان شاء الله هننقل بإذن الله في مكان تاني في الفيلا بإذن الله. فكده ديت ايه رأيكم بقى في الدولاب؟ طبعا لسه ما حطناش اي حاجة، يعني الدولاب فاضي اهو، اصلا كنا عايزين هنا للأوضة دولاب بس بتاع الاطفال عشان يحطوا فيه هدومهم وحاجتهم اهو. والتاني برضو نفس الحكاية، ودي سجاجيد برضو جديدة شايلينها كده، ودي السجاجيد الجديدة اهي، رأيكم بقى حلوة؟ ودي طبعا الشاشة، طبعا ده شوال شوكولاتة دقيق نركنها هنا عشان بنخبز منها. ده فريزر برضو صغير، غير الفريزرين غير الاتنين اللي بره، دي فريزر، ودي برضو بنحط فيها الهدوم، حطينا هنا في الجنب ده. فانتوا ايه رأيكم في مكان الدولاب هنا؟ هنا احلى، هنا احلى، ولا كنا حطيناه في مكان تاني؟ اهو وكده الاوضه خلص، طبعا الولاد ناموا اهو، وكده كنا خلصنا بقى خلاص. وايه رايكم بقى في الشقه دي؟ لو عجبتكم ما تنسونيش في لايك واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم بيت العيله كل جديد ان شاء الله، ومع السلامه في حفظ الله. وطبعا بشكر كل اللي بيعمل لي لايك، وحتى اللي ما بيعملش لايك برضو دي كلها ترجع لراحتكم خالص، وربنا يحفظ الجميع يا رب ويسعد الجميع، ومع السلامه وفي حفظ الله، مع السلامه.